التحقيق في هذا الشيء وطالبنا السلطه وطالبنا السيد الباشا قلنا نوضع هذا التحقيق في هذا الموضوع ولا من يجيب. يعني هاد الناس ديال مكناس ولاو عايشين في العشوائيه وبغاو يعيشونا معاهم. المدينه العاصمه الاسماعيليه بغاو يرضاوهم قريه، حنا ما غنسمحوا لهمش، حنا غنواصلوا النضال ومازال ان شاء الله مازال الصعيد غيكون من هنا. دابا جينا عند السيد الوالي ماشي جينا بالاحتجاج، جينا باش نوصلوا له الرساله للسيد الوالي لان الناس مكناس ما بقاوش يخدموا يجي زياره ويحلنا هذا المشكل. حنا راه ماشي ناس الفوضى، ولكن من بعد غنعطيو واحد المهله ديال اسبوع تقريبا ان شاء الله، ونتمنوا حسن الظن به وحنا متفائلين به باش ان شاء الله يجي لمدينه مكناس. وحنا من بعد تقريبا 15 يوم غنمشي عاوتاني لمدينه الرباط ودواليه، يعني ضروري نتصعيد. شكرا.